أقول تأتيني بعض الصدقات وأريد أن أتصدق منها، هل يجوز لي ذلك؟ صدقة الإنسان بما وصل إليه من أموال الصدقات، سواء كانت زكاة أو كانت صدقة من غير الزكاة، لا حرج فيه، وذلك أنه يملك هذا المال فيتصرف فيه بما يشاء من نفع نفسه أو إهدائه إلى غيره أو التصدق به على من يرى الصدقة عليه. وقد جرى هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال: ما هذا؟ قالوا: تصدق به على بريرة. هذا اللحم تصدق به على بريرة، يعني جاءها صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. فدل ذلك على أنه يجوز لمن أهدي إليه أو تصدق عليه أن يتصرف بما جاءه، سواء كان تصرفه بالصدقة أو كان تصرفه بالهدية أو كان تصرفه بالبيع، فإن ذلك كله جائز ولا حرج على الإنسان فيه، لأنه عندما ملك الصدقة التي أعطيت له، فإن كانت صدقة واجبة وهو من أهلها أو كانت صدقة مستحبة فقد ملكها ملكا تاما، له أن يتصرف فيها بما شاء، والله أعلم.